راجل قصير القامة وجهه ضير يميل السمرة، ملامح ديالو كتبان عليه فات العمر ديال 70. كيلبس جلباب تقليدي واقف عند العربة ديال الفواكه وداوي مع مولاها بابتسامة. مازال كيحتفظ بالسواد ديال الشعر ديالو واخا في هاد السن المتقدم. وفي الاخير مني شرا ديسير مشى في حالو، وقف واحد خونا وقال لي باللهجة الطنجاوية: كيف انتينا عم محمد؟ رفع الراس لهذا السائل فرد عليه السلام وبقاو حاضرين وقت قصير، ومن وراها مشى في حالو للدار ديالو. وبعد لحظات بين نفس الرجل في الحي مرة أخرى، هاد المرة دار طربوش بيض على الراس ديالو وقصد المسجد ديال الحي باش يصلي المغرب جماعة ويحضر القراءة حزب الليلة، ثم من وراها صلاة العشاء، ومن وراها رجع الخطوات هادئة ملتافت موالو إلا شي واحد لقال ليه السلام. فشكون هو هاد السيد هاد الذي كيساوم بشاشة وبضرافة صاحب عربة الفواكه؟ كان في زمن فيت تقدر الثروة ديالو بملايين الدولارات. وبإشارة من أصبعه كتنهامر الأموال هذا المخلوق اللطيف. بسببه كان الاقتصاد المغربي أنه يصل الموت السريري، إنه أحمد بورقوب ملقب بحميد الديب، راجل فاحش الثراء كيعيش في مدينة طنجة ومنها كيدير مشاريع كبرى تابعة له. ليس مجرد رجل غني يفيد بالمال، بل جمع بين المال والنفوذ والقوة، وتعرف بالشمال المغربي على أنه الرجل القوي اللي ما كيردش أي سائل جعليه يطلب فلوس ولا يطلب مساعدة. فمثلا في العيد الكبير على سبيل المثال كيشتري الأضاحي المعوزين وكيقدم هبات ضخمة للفقراء. وهكذا بات حميدو الديب أشهر شخصية طنجة والشمال المغربي. أكثر من هذا، في الديب انجز بزاف ديال المشاريع العملاقة وصرف أموال طائلة مثل رياض تطوان في طنجة، بل وتجاوز المشاريع المدنية ليصل المشاريع في العادة اللي ما كتقدر عليها إلا الدولة. وأنجز حميد الطرق وساعد في بناء مرافق تابعة للدولة. وقوة الديب ما كتنتهيش هنا، بل وصلت النفوذ دياله أنه كان كيقبض على المجرمين وكيسلمهم الأمن. ورجال حميدو كانوا كيسيطروا على منطقة كافس بارسيل البحرية المطلة على القارة الأوروبية، كيوقف المهاجرين السريين وكيسلمهم الأمن. هنا كنفهموا بأن حميدو الديب عنده علاقة مع كبار رجال الدولة في الشمال المغربي. وكيبقى السؤال: من أين صنع حميدو ثروته والنفوذ ديالو؟ من التجارة الدولية بالمخدرات. الديب كيتزعم مافيا التجارة الدولية بالمخدرات بالشمال المغربي، وما أدرك ما هي المافيا المغربية المرتبطة بالمخدرات. كانوا كيسحقوا الأرواح ديال البنادم كما تسحق أعقاب السجائر على قارعة الطريق. لا أحد يعرف كيف بدأ حميد في الميدان لا قانوني وكيفاش وصل لهذا المكان. المعروف أن الاسم ديالو ارتبط بالتجارة بالمخدرات من أواخر السبعينيات في زمن المخدرات الجميل تجاهل فيها الملك حسن الثاني شمال المملكة لأسباب كثيرة. فصار الشمال منطقة لتجار ممنوعات وأرض خصبة لتبييض الأموال. وظهر هذا وذاك مع فساد ديال رجال الأمن في شمال المغرب، وكان الديب هو اللي لعب دور البطولة في ذاك الوقت، حيث أنه كان صديق مقرب من أشهر بارون مخدرات في العالم اللي هو الكولومبي بابلو إسكوبار، اللي كان كيملك منزل فخم في منطقة مارشال. وكيقولوا شي معلومات بأنه كان هدية من صديقه حميدو الديب اللي جمع ما بين الخير والشر.
1996 الملك حسن الثاني في لقاء مع المجلس الحكومي قال بأن اقتصاد البلد مهدد بالسكتة القلبية بأسباب أموال مشبوهة. كلام الملك شعل نار داخل وزارة الداخلية اللي كانت بقيادة دريس البصري، أحد رموز زمن الجمر والرصاص والراجل الأقوى في المغرب في أم الوزارات. المخابرات المغربية جابت معلومات كاملة لدريس البصري وأن الملك على علم بأموال مشبوهة تتكدس في الشمال، وأن تقارير دولية اتهمت أجهزة أمنية مغربية تواطئ مع تجار الممنوعات في الشمال المغربي. انتفض البصري المرعوب من غضبة الملك اللي قد تعصف به هو والرجال ديالو المشكوك فيهم بالتواطؤ، وبدات حملة اعتقالات واسعة وغير مسبوقة جميع أنحاء البلاد وبالأخص في الشمال، ووصفت بعملية تطهير. ويا له من تطهير أيام البصري الرجل الحديدي اللي كنعرفوه كاملين. أيام قليلة من وراء عملية تطهير، ثلاثة ديال الرجال جاوا للشقة ديال حميد الديف في طنجة، قدموا نفسهم على أنهم الشرطة، فقاموا بمسح الشقة والتفتيش ديالها وطالبوا حميد بالمرافقة ديالهم، وهكذا غادروا بالرجل القوي إلى وجهة واحد معرفة، وانتهت أسطورة الديب إلى الأبد. 2003 حميدو يغادر السجن بعفو ملكي بعد أن قضى فيه 7 سنوات بتهمة التجارة الدولية بالمخدرات، وهنا كيتصدم بأن الأملاك ديالو قد تم الحجز عليها وقت اللي اقتربت من 40 مليون دولار. وتخيل معايا هذا المبلغ شحال، مشاريع ضخمة وأموال في المصارف انتهت بحوزة الدولة، وتم نفض حميدو من المال والنفوذ ولم يترك له عدا بعض الأراضي والشقق. كيستحضر حميدو يوم القبض عليه وأنه نقل من طنجة لمدينة القنيطرة للتحقيق معه لمدة 17 يوما في مخافر الشرطة، وكانت الاتهامات ثقيلة منها التجارة الدولة المخدرات ومحاولة زعزعة الاقتصاد المغربي بمعية باقي كبار مبيدي الأموال، وعادة شكايات من الدول الأوروبية اللي تورد فيها اسم حميدو دون إثبات ضلوعه في عملية تصفية جسدية، ووقع المحضر دون القراءة دياله، وما شفعتش ليه الأموال والنفوذ دياله باش يفلت منه، وقرر وزير الداخلية دريس البصري التخلص منه، وكذلك كان. وحكم على حميد الديب عام 1996 ب10 سنوات سجن نافذ، قضى منها 7 سنوات وخرج بعفو ملكي، وإلى اليوم ما يزال حميدو كيتهم دريس البصري أنه ظلمه وخدا ليه رزقه بدون حجة. حميدو منفاش تجارة مخدرات، لكنه يصر على أن عائدة التجارة الممنوعة ما كتجاوز 20% من الثروة ديالو، حيث أن الشرطة موجدات غرام واحد من الممنوعات بالحوزة ديالو أثناء التحقيق، وهالاتهامات أسندت إلى تقارير لا أكثر ولا أقل. هكذا كان كيدافع الديب عن نفسه، وكيقسم بأن مصدر الأموال ديالو من التجارة القانونية، وأنه ضحية للتسلط وديكتاتورية وزير الداخلية الراحل دريس البصري اللي لفق له التهم حيت خاف للملك يحيدو من المنصب ديالو، وكل موقفين معه استعاد ممتلكات محجوزة لاحقا إلا حميدو. وتعب حميدو من محاولات ديال استرجاع الأملاك المنهوبة ديالو، حيث أنه راسل الديوان الملكي فلقى غير بيبان موصدة في الوجه ديالو، ومجموع 40 مليون دولار ليس بالقليل حتى ينسى ويطوق مع سنوات سجنه 7. الدئب ما عادش دئب، أزقة طنجة يسير بهدوء ويلقى احترام من المعارف ديالو، فلم يسبق لي أحد أن عاد خائبا من باب حميدو الديب. وقرر في الآخر الأيام ديالو أنه يتوب واعتكف في المساجد وذكر الله، والله الواحد الأحد هو اللي كيعرف الحقيقة ديال هاد السيد كاملة،
واش بصح مظلوم؟ واش بصح إدريس البصري ظلمو ودالي الأموال ديالو؟ حتى واحد ما عارف. هنا غتكون نهاية ديال القصة ديالنا، كنتمناو تساندونا وعجبتكم القصة مرحبا، ما عجبتكمش مرحبا، وكنتمناو تشاركونا بالتعاليق ديالكم كيف ما كان الرأي ديالكم فيها، وشكرا.